تحصري. هو هنا بيقول لك الجوريزم، هي المحاضرة اسمها الجوريزم اند بروجرامينج تكنيك. احنا الاول المحاضرة قصدي عن الفلو شارت اللي هي خرائط التدفق. هي خرائط التدفق دي حاجة كده المبرمجين بيعملوها على ورق، بيقعدوا كده على المكتب ويجيبوا كراسة وقلم كده ويقعدوا يرسموا خريطة التدفق، بحيث يعرفوا الدنيا كده ويعرفوا الخطوات اللي هيمشوا عليها لما يجوا يعملوا مثلا برنامج، يصمموا تطبيق. فكل ده كلام على ورق، انما الكلام ده ما بيحصلش على الكمبيوتر. فهو بيقول لك ان الفلو شارت دي بتبتدي بالالجوريزم اللي هي اللوغاريتمات اند بروجرامينج تكنيك. بيقول لك بروجرام ديفلوبمنت بروسيس انفولفز ذا فولوينج ستيبس. يعني المبرمجين دول او المطورين في البرمجه ب ب ب او البروجرام ديفلوبمنت بروسيس انفولفز ذا فولوينج ستيبس. اول ستيب دوكيومنت ذا بروجرام، ان هو بيوثق البرنامج بتاعه تقريبا، يعني بيكتب. تاني ستيب اللي هو ديترماين ذا يوزر نيدز، يعني هو بيشوف اليوزر المستخدم مثلا بتاع الابليكيشن، او مثلا لو ده مثلا تطبيق ترجمة المستخدم هيبقى محتاج، يكتب، هيبقى محتاج كذا لغة، هيبقى محتاج يقول بصوته الكلام يتكتب كده يعني. تالت نقطة ديزاين ذا بروجرام سبيسيفيكيشنز، يعني الحاجات الخاصة بالبرنامج. رابع نقطة ريفيو ذا بروجرام سبيسيفيكيشن، أي حاجة بتتعمل بيبقى لازم ليها ريفيو. خمسة ديزاين الجوريزم اللي هو بيصمم اللوغاريتمات، ما هو البرمجة لها علاقة باللوغاريتمات. سادس حاجة كود ذا بروجرام اللي هو بقى بيكتب الأكواد بتاعتها اللي هينقلها بقى على الكمبيوتر فيصمم البرنامج. ما هي البرمجة عبارة ليها أكواد، في حاجة اسمها أكواد البرمجة. سبع نقطة كومبايل تيست اند ديباج ذا بروجرام. انا كنت ترجمت تيست ده، هما تلات كلمات بمعنى اللي هو بيختبر البرنامج بتاعه يعني. كومبايل برضو مترجمة احتياطي. بيصنف او بيكتب او بيألف او ديباج، يعني ايه؟ بيصحح او بيعالج، يعني التلاتة ممكن تقول تيست ذا بروجرام. يعني تامن نقطة جيت بروجرام تو ذا يوزر، بيعمل بي بيجيب البرنامج للمستخدم. تمام. وعلى اليمين ده هي مترجمهم يعني بالعربي، ملهاش لازمة يعني. تحديد متطلبات العميل، تحليل المدخلات والمخرجات، كتابة فلو شارت اللي هي خريطة التدفق، كتابة الجوريزم، كتابة الأوامر كودينج، بعد كده التنفيذ اللي هو ران. طيب بيقول لك يعني ايه بقى فلو شارت؟ التعريف ده بقى هو اللي مهم ممكن يجي. بيقول لك إذا دياجرام which visually presents the flow of data. هو دياجرام رسم which visually يعني نظريا يعني presents the flow of data through processing systems through it we can know the operations performed and the sequence of these operations in the system. ده في الكتاب التعريف ده. اهم حاجة لو جاب لك تعريف اوله a diagram which visually presents the flow of data، diagram which visually presents the flow of data، تقول له flow chart على طول. تمام. ويا بقى مترجمة تحت، هي مجموعة من الجيومتريك شيبس. لا هي بتتكلم يعني عن خرائط التدفق بشكل عام. هي مجموعة من الجيومتريك شيبس اللي هو حاجات الأشكال اللي تحت دي، في دايرة، في مستطيل، في مربع، في متوازي أضلاع كده يعني، التي تم الاتفاق عليها من كل أساتذة العلوم كمبيوتر ساينس، بحيث كل شكل له وظيفة معينة. طيب الشكل اللي هو البيضاوي دون بيعبر عن الستارت والإند. الشكل المربع دون هو انت ما تحفظهمش كده في الاول، انت لو واحد بتكتب خرائط تدفق هتلاقي ايدك اخدت على الاشكال وحفظتهم لوحدك. يعني انت هنا اهو بادئ ستارت، حطه في شكل بيضاوي، بعد كده بتحط المدخلات. هو بيقول لك في المسألة ان المدخلات بتاعتك الانبوتس A و B و C و D، بتقوم حاططها في متوازي اضلاع كده. بعد كده بقى بيقول لك، هو برضو بيقول لك في المسألة ان البروسيس بتاعتك هي الصم بتساوي A زائد B زائد اللي هو عملية الجمع يعني، بتقوم حطتها دي بقى في مستطيل. وممكن يبقى في اكتر من بروسيس في الفلو شارت او في المسألة الواحدة. البروسيس التانية ان انت بتجيب الافريج بتحطه برضه في مستطيل، الافريج بيساوي الصم على التمانية، هو برضه قايلها لك في المسألة. بعد كده بقى الاوتبوت والانبوت الاتنين بتحطه في متوازي اضلاع. هنا الاوتبوت اللي هو اوتبوت افريج او برنت افريج،
بان انت بقى بتطبع الكلام ده، لان احنا قلنا ان كل الفلو شارت ده بيبقى نظريا اف ورق. تمام، اخر خطوه بقى هي الاند. تمام، طيب نرجع بقى الاشكال عشان نحفظها. الستارت والاند بيبقى شكل بيضاوي، بس تقريبا هو ما يسالكش فيهم يعني. طيب البروسيسي او العمليه بتتم في مستطيل، الانبوت والاوتبوت متوازي اضلاع. الكونديشن يعني لو بيقول لك مثلا اف الطالب ده جايب 85% يبقى ده جايب ممتاز، اف الطالب ده جايب 75% يبقى ده جايب جيد جدا كده يعني. طيب وانت عشان تتنقل من بروسيس لبروسيس او من شكل لشكل بتستخدم الاسهم دي. الاسهم دي بتدل على الكونتينوس او الكونتينويشن، الاستمرارية يعني في الخريطة. تمام، بعد كده اللوب دي هي ما اتذكرت، ما قالهاش في المحاضرة، بس في ناس على الجروب جابوا مسألة كده من على النت وقعدوا يقولوا فيها يعني ويحلوها، كان فيها اللوب دي، بس بتبقى مسألة طويلة يعني اللي فيها اللوب دي. طيب وبقى الجمع موجب والطرح سالب والضرب بيبقى علامة نجمة والقسمة علامة شرطة مائلة والأس بيكون علامة تمانية صغيرة كده والأقواس بتكون أقواس عادية. طيب أول مسألة هو بيقول لك draw the flow chart of the following equations، اللي هو هو اللي جايب لك أهو البروسيس هي الأفريج بالسمعة التمانية، وبرضه هو المفروض يكون جايب لك في المسألة الانبوتس اي بي سي دي والبروسيسنج، البروسيسنج السم بيساوي اي زائد بي زائد سي زائد دي، وفي عملية بروسيس تانية اللي هي الافريج بيساوي السم على التمانية. تمام، هتقوم انت راسم الخريطة بتاعتك بأي خريطة، لازم تبدأها بالستارت في شكل بيضاوي، وبعد كده تقوم حاطط متوازي أضلاع الانبوت اي بي سي دي، بعد كده هتلاقي في بروسيس قبلتك تقوم حاططها في مستطيل، الصم بيساوي اي زائد بي زائد سي زائد دي، بعد كده مستطيل تاني الصم بيساوي الافريج بيساوي الصم على التمانية، بعد كده بقى تطبع اهو. انت وانت بتحل بقى بتكتب الكلام ده، ستيب 1 انبوت اي بي سي دي، ستيب 2 دي خطوات خريطة التدفق اللي انت هتمشي بيها، ستيب 2 الصم بيساوي اي زائد بي، ستيب 3 الافريج بيساوي كذا، الستيب 4 البرنت الافريج، ستيب 5 اند. تمام، هنا اهو برنت الافريج او اوتبوت ذا افريج، اي كلمه بتدل على انك تطلع لي مخرج يعني. تمام، وبعد كده بقى الاند تحطه في شكل بيضاوي. طيب احنا كنا بنجيب الافريج ده اللي هو متوسط النجاح، تمام، باعتبار يعني دي درجاته كده. فهو هنا بيقول لك نقطة كمان في المسألة، يعني احنا كده خلصنا أول نقطة اللي هي الأفريج. تاني نقطة إن أنت مثلا دي درجة، اعتبر إن في درجات عندك، درجات طلاب يعني، فيور جريد بيساوي، يور جريد عبرنا عنها بالرمز بي، بيساوي الصم على 800 في 100. الصم ده اللي هو مجموع الطالب كذا، مجموع الطالب احمد، مجموع الطالب محمد، هنقسمه على المجموع كله اللي هو 800 ونضربه في 100 عشان نجيب تقديره المئوي. تمام، عشان نعرف بقى هو جاب جيد جدا ولا ممتاز ولا جيد ولا كده. تمام، فاحنا هنعمل بدام قلنا ولا جاب جيد جدا ولا جيد ولا، يبقى فيه على طول معين اللي هو كونديشن اللي احنا خدناه فوق ده. تمام، فهنقوم عاملين خريطة تدفق تانية جديدة فيها ستارت في شكل بيضاوي، وبعد كده انبوت في متوازي اضلاع، وبعد كده البروسيس اللي عندنا اللي هي الصم على 800 في 100، وبعد كده بقى تبتدي في اف بقى، تقوم حاططها في علامة في معين عشان دي كونديشن، اف البي اللي هو المجموع او النسبة بتاعة الطالب احمد مثلا اكبر من 85 لو في يس في يس وفي نو، لو يس هتحطها في ايه، هتحطها في مستطيل برضو، مستطيل برضو عشان دي بروسيس، يبقى الجريد هو جاب ايه، جاب إيه امتياز يعني. طيب لو نو تقوم حاطط شرط تاني، اف البي اكبر من او بيساوي 75، لو يس يبقى الجريد بتاعته بي جيد جدا ماشي، ولو نو تقوم حاطط كونديشن تالت، اف البي اكبر من او بتساوي 60% يبقى لو يس يبقى ده جايب سي، طب لو نو يبقى هو راسب فيل. تحط كل ده في مستطيلات اللي هو اي وبي وسي وفيل راسب ماشي، وبعد كده هتخلص تقوم جايب كله على الدبليو. ممكن تجيب سهم من الايه، سهم من البي وسهم من السي وتوديها على الدبليو، او بدل ما تقعد تجيب سهوم كتيرة بتودي تكتب هنا دبليو 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 كده. تمام، سهم دبليو سهم دبليو سهم دبليو، وفي الاخر برنت الجريد بتاعت اي طالب منهم، وفي الاخر اند في شكل بيضاوي بس كده.
هما بقى كانوا بيحلوا مسألة في الجروب امبارح على اللوب اللي هو الشكل ده، الشكل السداسي ده، بس ما بصيتش فيها والله، بس كده خلاص تمام.